وبالعودة إلى بيان المجلس الرئاسي، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية. دكتور محمود، مساء الخير. كيف تقيمون بيان المجلس الرئاسي المرحب بالدعوة المشتركة لسفارات الدول بوقف القتال ولتتفرغ السلطات للتصدي لانتشار فيروس كورونا؟ لا أدري بأي كورونات سنبدأ، هل هي كورونا حفتر العنجهية التي تقتل الليبيين وتحصد أرواحهم أطفالا ونساء وشيوخا وتدمر حياتهم اليومية الأمنية والسياسية والاقتصادية، أم كورونا المنتظرة والمرتقبة والتي غزت العالم؟ بأي كورونا سيتم البدء وعمليات الترحيب؟ لم تكفينا إلا مباشرة أن مدادها دماء الليبيين وشهدائهم الذين يتساقطون والذين يعبدون الطريق. هل مجرد بقاؤهم في كراسيهم والعمل على عدم الحل هو آلية للحل؟ عمليات الهرولة بإمكانية أنه يمكن أو دراسة الوضع على أنه يمكن الحل مع حفظ هذه نوع من الهرقة غير العقلانية في إمكانية يبدو. دعني يقول أن من المهم والمهم جدا القول بأن المجلس الرئاسي عندما يتخذ قرار بقبول هدنة، على أي هدنة؟ هل هناك وضوح في هذه الهدنة وما الذي تحتويه؟ وهل هناك شريك فعل يقوم بعملية هدنة أو تهدئة أو عملية قبول؟ هؤلاء قتلة ومجرمون، لا يملك السراج ولا غير السراج التنازل على الدماء، ولا يملك غير أنه مباشرة هذه القبولات. نعم المجتمع الدولي ليست لديه إرادة في إنهاء الحرب، وليس لديه إرادة إلا في تأجيجها والصراع ما يتعلق بتأجيج الصراع في ليبيا. الواقع العملي أنه ظلت إجراءات خجولة، لم يتخذ قرار. لو كان المجتمع الدولي صادقا لصدر قرار خلال أقل من ساعة من أجل إلزام حفتر أو إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية. المجتمع الدولي ظل عبارة عن نوع من الخرافة وأيادي مرتعشة ومجلس أيضا لا يستطيع تخدير تضحيات الرجال. هؤلاء الذين نقائل لهم الدخائر والذين وراء الموضوع ما وراءه، ويجب أن يكون هناك تحقيق في الموضوع، يجب أن يشرع بهذا، ويجب أن يعمل أيضا على العمل على أن يكون هناك نهاية لهذه الأزمة بإنهاء هذا الطاغوت، ليس مجرد فقط نوع من المراوحة والدعوة إلى هدن غير حقيقية. يبيعون الوهم للليبيين وللرجال. ليبيا تحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى إجراء وتحتاج إلى قدرات وتحتاج إلى استراتيجية واعية، لا لمجرد كلمات مهادنة مهادنة مهادنة. لقد سمعها ومجها الليبيون. نحن نتكلم على 11 شهرا، لم يبقى أيام قليلة قليل من الأيام على وصولنا إلى 12 شهرا من العدوان الذي شنه عصابة حفتر وهذا الفيروس كورونا 2 أو كورونا الأول الذي يمثل في حفتر وعصابته. لماذا لا يكون هناك وضوح؟ لماذا تنقص الدخائر؟ ولماذا لا يكون هناك تقدم؟ ولماذا لا يكون هناك وضوح؟ ولماذا لا يكون هناك حماية للليبيين؟ ولماذا لا يكون هناك استجابة لما يتعلق بطلباتهم؟ ولماذا لا يتم تغيير خطط الحرب وخطط السلم وخطط الوضوع وخطط الاستراتيجية؟ ليبيا من المجتمع الدولي تحتاج إلى فقط مؤمرا واحدا متمثلا في اعتماد الدستور والمساعدة في ذلك، ولو من خلال لبيانة والمدار بنعم أو لا، وأما غير ذلك فمجرد أخرى. وهذه الدعوات هي دعوات لا تستحق حتى الالتفات إليها لأنها ليست واعية. يقال ما يقال وراءها وقبلها وأثناءها، فقد عمدت حقيقة بدماء هؤلاء الذين سقطوا اليوم وسقطوا بالأمس شهداء ليبيا من رجال ونساء وأطفال الذين يدافعون عن الحق والذين يكتبون الحقيقة، ولكن المجلس الرئاسي حقيقة لا يستمع إلى صوت الحقيقة، ولا يبدو أنه لا يعبأ إلا بمجرد مقاعده المهترئة.